فيما يستمر التقدم في مأرب، قوات العمالقة تسقط 3 مسيرات في عين وحريب. المبعوث الأمريكي لليمن يلتقي ممثل الدول الخمس في مجلس الأمن لبحث الأزمة في اليمن. عقب تصعيدها، الجامعة العربية تطالب بتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا. أهلا بكم إلى نشرة 3:30. تتواصل العمليات العسكرية للقوات الحكومية والمقاومة وسط هزائم وخسائر تتكبدها الميليشيا الحوثية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. مصدر عسكري أكد أن جبهات جنوبية أو جنوب مأرب شهدت معارك تكبدت خلالها الميليشيا الحوثية العشرات من القتلى والجرحى وتدمير آليات عسكرية مختلفة. وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع العشرات من القتلى والجرحى بنيران القوات الحكومية والمقاومة والطيران الذي نفذ غارات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم ومصرع من كانوا على متنها. تمكنت دفاعات ألوية العمالقة من إسقاط 3 طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي في مديريتي عين غربي شبوة وحريب جنوب مأرب. وكانت قوات ألوية العمالقة قد واصلت تقدمها باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وذلك بعد أن تمكنت من تطهير الجبال المطلة على حريب بمأرب وتلك المشرفة على الطريق الواصل بين مأرب وشبوة. وبهذا التقدم تؤمن ألوية العمالقة الطريق الحيوي بعد قتال دام ساعات وانتهى بطرد ميليشيا الحوثي من كل المواقع التي كانت تتخذ منها ممرا لمهاجمة الطريق وقصف قرى مديرية عين بشبوة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الإعلامي للقوات الحكومية المقدم صالح القطيبي. ما هو جديد المواجهات جنوب مأرب؟ جديد اليوم الأحد، هناك من ساعات صباح يومنا هذا مواجهات استحكام أبطال الجيش مسلمين برجال المقاومة وألوية العمالقة. نعم. في جبهات المأرب الجنوبية وجبهات شرق حريب بخاولة التقدم صوب المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابيه المدعومه من ايران، وتم تحرير عدد من المواقع الشرق بمعسكر ام مريش، فيما شهدت جبهه شرق حبيبه التي يخوض اقليه الاعمال كمعارك عنيفه. طيران الاتحاد في شن اعتقالات استهدف اليات وتجمعات للميليشيات، وهذا فيما شهدت من بعد الظهر اليوم الى هذه الساعه المعارك وقفت من حدتها، بينما المدفعيه تستهدف اي تحركات من كلا الجانبين. هذا هو ملخص الاحداث لهذا اليوم. نعم، ماذا عن اطلاق عمليه عسكريه في تعز؟ وهناك انا سمعنا اليوم ولضعف التواصل بسبب الدفاع ان هناك عمليه عسكريه انطلقت في تعز، نعم، وبعد ان حاولت ميليشيات الحوثي الانقلابيه يوم امس التقدم الى مواقع ابطال الجيش كان هناك هجوم معاكس من قبل ابطال الجيش، وما زالت المعارك حتى هذه اللحظه هناك، فيما تم تحرير عدد من المواقع، وننتظر مزيد من التفاصيل في الساعات القادمه. وما نعانيه انه بسبب انقطاع النت من قبل المراسلين هناك لم نحصل على المعلومات المؤكده حتى هذه اللحظه. نعم، المقدم صالح القطيبي نائب مدير المركز الاعلامي للقوات الحكوميه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. ومع اقتراب ألوية العمالقة والمقاومة من البيضاء، تواصل ميليشيا الحوثي جرائمها الإرهابية بحق المواطنين وتختطف عددا من المشايخ جماعة الدعوة في البيضاء ممن رفضوا التحشيد لها والدفع بأبنائهم ثوب محارق الموت. تتوسع دائرة الاختطافات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تمعن في إجبار كل الفئات على التحشيد لجبهاتها، خصوصا بعد اقتراب ألوية العمالقة والمقاومة من محافظة البيضاء غير آبهة بأبناء القبائل والأطفال والشباب والمهمشين الذين ملأت بهم المقابر في مختلف المناطق التي تسيطر عليها ولا زالت تدفع بالمزيد إلى محارق الموت.
ولم تكتف الميليشيا بمن جندتهم من كل الفئات لتلجأ إلى اختطاف 4 مشايخ من جماعة الدعوة والتبليغ في البيضاء على خلفية رفضهم طلب مشرفي الميليشيا بالدعوة والتحشيد للجماعة عبر منابر المساجد ومن خلال المحاضرات أمام المواطنين وحثهم على الالتحاق بصفوفها والقتال في معاركها العبثية التي تستنزف أبناء اليمن منذ 7 سنوات. وعقب هزائمها في الجبهات لجأت الميليشيا المدعومة من إيران إلى محاولتها البائسة منها إلزام جماعة الدعوة والتبليغ بتوقيع ورقة إقرار تتضمن الامتناع عن الخروج في الدعوة وعدم جمع المواطنين وإلقاء المحاضرات الدعوية سواء جماعات أو أفراد في المساجد. وأرغمت مشايخ الدعوة والتبليغ على التنازل وتسليم مسجد الدعوة الواقع في مديرية السوادية لخطيب موالي للميليشيا. وتمارس ميليشيا الحوثي التضييق على جماعة الدعوة ومنع مشايخها من ممارسة أنشطتهم الدعوية ومحاضراتهم البعيدة عن أي ميول حزبي أو طائفي في مساجد العاصمة صنعاء ومناطق صدرتها وإيقاف أنشطتهم السنوية التي يشارك فيها عشرات الآلاف ولا تقحم نفسها في الفتنة والفوضى أو تتدخل في أي عمل أو نشاط سياسي. تمكنت مسام لنزع الإلغام في اليمن من نزع أكثر من 3 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وذكر المشروع أنها فككت خلال أسبوع الماضي 3640 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. ونجحت الفرق الهندسية التابعة في تفكيك 10806 ألغام منذ بداية شهر يناير الجاري. التقى المبعوث الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث الأممي لبحث عملية السلام. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء يأتي في إطار مباحثات واسعة يجريها المبعوث الأمريكي لتنشيط عملية السلام المتعثرة في اليمن. وفي السياق توالت ردود الأفعال الدولية الداعية إلى وقف التصعيد في اليمن، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إلى وقف تصعيد الوضع بشكل عاجل وحث الأطراف على التواصل مع مبعوثه الخاص من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع. من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء التصعيد في اليمن داعيا أطراف النزاع إلى المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع. لليوم الثالث أو الثالث تواليا ما تزال ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل قطع خدمة الإنترنت عن عموم اليمن. وفي الوقت ذاته ما تزال الشرعية عبر وزارة الاتصالات غائبة ولا ظهور سوى لتليمن التي خرجت بفرع في عدن واتهمت الحوثيين بقطع الخدمة. لليوم الثالث تواليا ما تزال خدمة الانترنت الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية مقطوعة عن اليمنيين القابعين في الداخل والذين تتحكم بمصائرهم الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها وكذا المناطق المحررة على حد سواء، وسط إمكانات بإعادة الانترنت ولو بشكل جزئي عن طريق الانترنت الفضائي بعيدا عن الألياف الضوئية والكوابل البحرية. يفتح هذا الانقطاع ألف سؤال وسؤال حول الخطوات التي ستقدم عليها الشرعية لتستغل الفرصة في إمساكها بدفة الإنترنت والتحكم بمصيرها عبر بوابتين بحريتين أحدهما في عدن والثانية في المهرة. لكن إلى الآن لم تخرج الشرعية القابعة في الخارج بأي بيان قد يوضح ماذا سيقدمون عليه أو عن ما هو حاصل حاليا من انقطاع. قطع خدمة الانترنت يظهر بحسب مختصين أنها عقوبة حوثية لمحاولة تأليب الرأي العام المحلي، فقد أفاد شهود عيان ومختصون بأن الخدمة لم تنقطع إلا بعد ساعتين من قصف أحد الأهداف الحوثية في الحديدة، وهو الأمر الذي يؤكد استمرار الحوثيين بشن حربهم عبر خدمة الاتصالات واستخدامها كأحد أدوات الصراع. هذا وقد كذبت مصادر في شركة تليمن التابعة للحكومة ومقرها في عدن رواية الميليشيات الحوثية بأن قطع الإنترنت على خلفية قصف سنترال الاتصالات في الحديدة، وتلجأ ميليشيات الحوثي لأساليب التعتيم وقطع الاتصالات والإنترنت عن مناطق معينة في اليمن لتتحكم في تدفق المعلومات وإعادة ترتيب وضعها عسكريا على الأرض.
انقطاع خدمة الإنترنت يثير مخاوف عدة، منها حدوث تعتيم إعلامي ومعلوماتي عن الأعمال القتالية الدائرة في اليمن، كما يتسبب انقطاع الإنترنت عن توقف الحوالات المالية وكثير من الأنشطة التجارية في البلاد التي تستخدم الإنترنت في إنجاز أعمالها. هذا ويقدر مهندسون بأن خدمة الإنترنت قد تعود أواخر يناير الجاري في ظل تشكيك من الكثير بمصداقية ذلك بسبب غياب المعلومات الحقيقية حول حجم الأضرار التي أدت إلى انقطاعها. أوقفت البحرية الأمريكية سفينة قادمة من إيران تحمل أسمدة تستخدم بالمتفجرات. وبحسب البحرية الأمريكية فإن سفن الأسطول الخامس قامت باعتراض السفينة، وتم اعتراض السفينة في المياه الإقليمية بعد مرورها من إيران. وخلال عملية التحقق من العلم اكتشفت القوات الأمريكية 40 طنا من سماد اليوريا، وهو مركب كيميائي له تطبيقات زراعية. يعرف أيضا أنه يستخدم كمواد متفجرة. والسفينة المضبوطة هي نفس المركب الشراعي الذي تم اعتراضه في فبراير الماضي قبالة سواحل الصومال. وتبين آنذاك أن السفينة تحمل أسلحة تشمل بنادق هجومية ورشاشة خفيفة وقنص ثقيلة وقذيفات قنابل صاروخية. طلبت الجامعة العربية بتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا عقب تصعيد الحوثي ضد المدنيين في اليمن واستهدافه حركة الملاحة الدولية ودول الجوار. في دورة غير عادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق المدنيين، وكذا القصف المستمر بالصواريخ البالستية التي تهدد الأمن الإقليمي. الدول العربية في بيانها الختامي طالبت تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على مخيمات النازحين والقرى الهائلة بالسكان في مارب وشبوة والساحل الغربي. هذا الهجوم يأتي في وقت تزداد وتتكثف فيه وتيرة الهجمات والاعتداءات الإجرامية المتتالية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، والتي تستهدف المدن والسكان الآمنين ومخيمات اللجوء والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، كما تتزامن كذلك مع الهجمات التي ظلت الميليشيا الحوثية تشنها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة التجارية الدولية. لقد مثلت هذه الممارسات المستهجنة تصعيدا خطيرا كانت من نتيجته إطالة أمد الحرب والدمار في اليمن والإمعان في إطالة معاناة الشعب اليمني والمأساة الإنسانية المريرة الغير مسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني. وأكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيا الحوثي وردعها للتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية ولردع ومواجهة الفضائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية. وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الأمن في دورته العادية القادمة 157. وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وتعد تهديدا حقيقيا للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقويض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط الملاحة التجارية الدولية. ولمزيد من المعلومات انضم إلينا عبر الهاتف خالد العيسوي صحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. برأيك ما مدى الاستجابة لمطالبة الجامعة العربية بتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية؟ طبعا بعد تحية لحضرتك على كل المشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن البيان الذي الختام الذي خرج بعد اجتماع الجامعة العربية على مستوى المنتجين هنا في القاهرة ربما كان جامعا وحاسما، وأيضا يتماشى مع القرارات والإدانات التي
خرجت أيضا من رحم مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ أيام قليلة بشأن هذه الأحداث الإجرامية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وضد الإمارات مؤخرا. أعتقد أن هذا البيان وذاك البيان ربما يجمعان في مضمونهما ضرورة التحرك السريع من قبل العالم بشأن إعطاء الحوثي درسا قاسيا وأيضا إعطاؤه يعني إنذارا ربما يكون هو الأكثر حدة من قبل المجتمع الدولي إذا تلك الأحداث الإجرامية. لكن للأسف الشديد ومع كل هذه الإدانات وكل هذه طلبات وكل هذه قرارات وكل هذه يعني التأكيدات على ضرورة عودة ميليشيا الحوثي مرة أخرى إلى قائمة الدول الإرهابية في أمريكا، أعتقد أنه لم يكن أكثر يعني تأكيدا على أنه سينفذ أكثر مما كان هو مجرد بيانا من هنا أو هناك. نعم، مجلس الأمن أدان الهجمات الحوثية الأخيرة التي قام بها، وهل تعتقد أن ذلك سيؤثر على موقف مجلس الأمن لما كان عليه سابقا؟ يعني أنا أعتقد أن حينما تجتمع هذه الإدانات وهذه القرارات مع تحركات داخل الكونغرس الأمريكي ذاته بضرورة إعادة يعني ميليشيا الحوثي إلى قائمة الدول الإرهابية مرة أخرى يتطلب التحرك السريع من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل المجتمع الدولي لإدانة الأعمال الإرهابية بشكل عملي وبشكل رسمي من خلال تصنيف الميليشيات الحوثية جماعات إلى جماعة إرهابية، وأيضا وقف الامتدادات الإيرانية إلى تلك الجماعات والعدم قيامها بمثل هذه الأعمال الإجرامية. لكن أنا يعني بكل تأكيد ربما لا أعول كثيرا على مثل هذه القرارات وهذه البيانات لأنها يعني تستمر دائما وأبدا محبوسة الأدراج ولم تفعل على أرض الواقع. بالتالي يجب الآن وبعد هذه التحركات أن تقوم هناك تحركات فعلية من قبل مجلس الأمن ومن قبل المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم في اليمن ووقف نزيف الدم في المملكة العربية السعودية والإمارات ووقف هذه التحركات الإيرانية الغير يعني إنسانية والإجرامية والعمل على الحد من استمرار الدعم الإيراني إلى ذرائعها ووكلائها في المنطقة، لأن إيران يعني الآن تقوم بأعمال ربما لم يسبق لها مثيل في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ومن ثم الملاحة الدولية وخصوصا في البحر الأحمر، مما يتطلب التحرك الدولي الفعال والجاد نحو الحد من هذه الأفعال الإجرامية. نعم، خالد العيسوي صحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف. تعتبر مدينة براقش التاريخية من أقدم المواقع الأثرية في اليمن، لكنها تعرضت لإهمال وتدمير أمام منهجين بل حولتها ميليشيا الحوثي إلى مركز لانطلاق عملياتها العسكرية، وباتت اليوم بعيدة عن أي اهتمام من الجهات المعنية. مرحبا بكم. براقش مدينة تاريخية قديمة تقع في محافظة الجوف على بعد 30 كيلومترا من سد مأرب، عرفت في النقوش اليمنية القديمة المسندية باسم يثل والعاصمة الدينية لمملكة معين، بل تعد من أقدم المدن اليمنية إذ ترجع إلى 1000 عام قبل الميلاد. قام السبائيون بإعادة بناء سورها في القرن الخامس قبل الميلاد، لكنها شهدت عصرها الذهبي في القرن الرابع عندما اتخذها المعينيون عاصمة لهم وبقيت يثل العاصمة الدينية لمملكة معين. احتلت براقش أهمية تاريخية نظرا لوقوعها على طريق القوافل التجارية المحملة بالعذور والطيب والتوابل التي تمر عبرها إلى الشام ومصر، وبين عام 1990 و1992 نفذت بعثة إيطالية حفريات أثرية للكشف عن المعبد الرئيسي للمدينة المعروف بمعبد الإله نكرح، ورممت هذا المعبد الفريد ذا الطراز المعماري المميز للمعابد المعينية خلال عامي 2003 و2004. براقش مدينة أثرية وواحة تراثية قصدها الكثير من الزوار العرب والأجانب، بل كانت قبلة سياحية لكل القادمين من مختلف دول العالم. لكنها وبعد 10 سنوات من الأحداث التي عصفت بالبلاد تعرضت إلى تجريف وإهمال وتدمير ممنهج، فلم تسلم من الإهمال الحكومي ولا من القصف الجوي وعبث ميليشيات الحوثية.
وعلى الرغم من محاولات تدمير مدينة براقش منذ سقوط الدولة المعينية أواخر القرن الثاني قبل الميلاد وحتى سيطرة الحملة العسكرية الرومانية عليها، إلا أنها ظلت صامدة وظل سورها قائما وبقيت أبراجها البالغة 56 برجا في حالة جيدة، حتى وصلتها ميليشيا الحوثي مؤخرا وحولتها إلى ثكنة عسكرية وعرضتها للقصف والتدمير. في العام 2015 اتخذت ميليشيا الحوثي من مدينة براقش أثناء سيطرتها عليها مركزا لانطلاق عملياتها العسكرية، ودمرت معظم معالمها التاريخية وبعض أجزاء سورها وتهشيب بعض النقوش الموثقة للدولة المعينية. ووثق تقرير للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في المدينة الأثرية وتحويلها إلى ثكنة لعناصرها المسلحة، بل أنشأت فيها الجماعة المدعومة من إيران سجونا للمواطنين داخل مبانيها الأثرية وغرفا لقياداتها، وعملت على حفر خنادق ومتاريس في أسوارها ومعابدها، فضلا عن تحويل جزء كبير منها لمقابر للقتلى من المواطنين الذين قضوا تحت التعذيب. انتهاكات ميليشيا الحوثي وبشهادات عدد من المواطنين المجاورين للمدينة الأثرية طالت محتوياتها ومعالمها الأثرية وأضرت كثيرا بهويتها الأثرية والثقافية والتي تعتبر إرثا إنسانيا للعالم أجمع. نشرة اليوم مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. الاشتباكات في سجن غويران بالحسكة السورية تدخل يومها الرابع. أهلا بكم. في أخبار كورونا، تخطى المصابون بالفيروس التاجي حاجز 350 مليون شخص في ظل استمرار تفشي متحور أوميكرون في مختلف دول العالم. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تعدى 350 مليونا و157 ألفا، فيما تجاوزت الوفيات 5 ملايين و611 ألفا، وبلغ من تم شفائهم نحو 278 مليونا و655 ألف شخص. لليوم الثاني على التوالي تسجل روسيا عددا قياسيا يوميا للإصابات بكورونا مع انتشار المتحورة أوميكرون. وأعلن الفريق الحكومي المكلف بمكافحة جائحة كوفيد 19 أن روسيا سجلت السبت زيادة قياسية جديدة في الإصابات بالمرض في الساعات 24 الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء البلاد، وقفزت الإصابات اليومية إلى أكثر من 57 ألف إصابة. وفي اليابان سجلت العاصمة طوكيو السبت أكثر من 11 ألفا في أعلى عدد من الإصابات بكوفيد 19 لرابع يوم على التوالي، مع الاستمرار السريع لانتشار المتحورة أوميكرون. ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لألمانيا، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8 ملايين و596 ألفا بعد تسجيل أكثر من 135 ألف إصابة جديدة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت السبت نحو 338 ألف إصابة جديدة، وقالت الوزارة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 489 ألف حالة وفاة.
دخلت الاشتباكات الدائرة في سجن غويران في الحسكة السورية يومها الرابع، وذكرت مصادر حقوقية أن قتل المواجهات الدائرة في سجن الصناعة في حي غويران بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا إلى 120 شخصا على الأقل. وقالت أن 77 إرهابيا من داعش قتلوا، فيما قتل 39 من القوات الكردية وسبعة مدنيين في آخر حصيلة، ورجحت أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك نظرا لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم، إضافة إلى وجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة. وتدور مواجهات عنيفة في المنطقة، حيث شن عناصر من تنظيم داعش هجوما على السجن الذي يحتجز فيه نحو 5000 عنصر تابع للتنظيم الإرهابي. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا معاناة مضاعفة جراء استمرار أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الميليشيا. ثم قضاء خربوا لي بيتي، الله إن شاء الله نقم من النوم يقضبون يقضب ذريتهم. ناجحة من القضايا في حق الحوثي، ناجحة داني أنا وعيالي. نحن نازحين في حيث مننا أكثر من 30 أسرة. لن يجدوا أي مأوى ولا يجدوا مكان للنزوح، نناشد المنظمات الدولية. أهلا بكم من جديد. تستمر أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين. أزمة مشتقات نفطية خانقة تعيشها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين. محطات بيع الوقود التجارية والمحطات التابعة لشركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيات توقفت بشكل كامل عن عملية البيع وتلبية طلب المواطنين، ما أدى إلى خلق أزمة مشتقات نفطية خانقة. مئات السيارات متوقفة ومصطفى بالقرب من محطات الوقود في انتظار وصول مادة البنزين في توسع انتشار السوق السوداء، حيث بلغ سعر مادة البنزين في السوق السوداء نحو 25 ألف ريال للجالون الواحد ساعة 20 لتر. كاميرا اليمن اليوم رصدت العديد من مواقع السوق السوداء لبيع المشتقات في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية التي تتبع غالبيتها مشرفين أو قيادات حوثية، وباتت منتشرة في كل شارع وحي في العاصمة صنعاء. عودة انتشار الأسواق السوداء بشكل غير مسبوق في مناطق وأحياء صنعاء بشكل شوه مظهر المدينة، حيث تصطف السيارات والحافلات بكثرة على جنبات الطرقات والشوارع ليبرز حجم الفساد الحوثي ودعم السوق السوداء التي تدر على الجماعة أرباحا طائلة. مراقبون ربطوا بين معاودة الجماعة لافتعال أزمة وقود جديدة في صنعاء وبقية مدن سيطرتها وبين مساعيها للعودة مجددا إلى تهريب الوقود الإيراني إلى ميناء الحديدة، ومن ثم استخدام عائدته في قتل اليمنيين، في حين اتهم اقتصاديون الجماعة بتشجيع وإنعاش السوق السوداء لإثراء التجار الذين ينتمون إليها من جهة، ومعاودة ابتزاز الحكومة الشرعية بقية التنصل عن اتفاقية توريد رسوم المشتقات التي راعتها الأمم المتحدة من جهة ثانية. في الملف الاقتصادي، اليمن يخسر نحو 4 ملايين دولار في اليوم الواحد نتيجة الانقطاع الكلي لخدمة الانترنت، وحقول مأرب تصدر أكثر من 15 ألف برميل من خام النفط يوميا.
جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي، حيث تخسر اليمن عبر شركة يمن نت أموالا طائلة بسبب الانقطاع الكلي لخدمة الإنترنت منذ نحو 3 أيام. وقال مرصد الإنترنت نت بلوك وهو أداة متخصصة في تتبع اضطرابات شبكة الإنترنت إن الخسائر المالية لليمن تقدر في اليوم الواحد بنحو 4 ملايين دولار. وقالت مصادر مطلعة إنه لا يمكن معرفة المدة الزمنية لاستعادة خدمة الإنترنت في اليمن بعد هذا الانقطاع نتيجة غياب المعلومات الحقيقية حول حجم الأضرار التي أدت لانقطاعها. وأضافت المصادر أن انقطاع الإنترنت سيدفع المواطنين إلى استخدام خدمات الاتصالات عبر الجوال بشكل مكثف، وهو ما حدث بالفعل مما سيجلب المليارات لميليشيا الحوثي. هذا وتعاني معظم محافظة الجمهورية من عزلة عن العالم بعد انقطاع خدمة الإنترنت منذ ليلة الجمعة الماضية. فقد الريال اليمني بعض مكاسبه الأخيرة في التعاملات الأخيرة في عدن وبقية المحافظات المجاورة، حيث سجل سعر بيع الدولار 1125 مقارنة ب 1105 ريالات مساء السبت، فيما اقترب سعر صرف الريال السعودي من حاجة 300 ريال متراوحا ما بين 285 و 295 ريالا خلال عملية الشراء والبيع. يأتي هذا في وقت تأثرت فيه الأعمال المصرفية والتحويلات المالية نتيجة انقطاع خدمة الإنترنت باستثناء بعض الشركات الكبيرة العاملة بتقنية النت الفضائي عبر الأقمار الصناعية. كشفت مصادر نفطية أن حقول مارب تصدر يوميا أكثر من 15,000 برميل من خام النفط. وأوضحت المصادر أن النفط المستخرج من حقول مارب يتم نقله عبر شاحنات نقل إلى ميناء نشيم النفطي للتصدير بعد تعذر التصدير عبر الأنبوب الناقل لميناء رأس عيسى، وسط استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على الميناء النفطي والأعطال التي قاموا بها للأنبوب الممتد من مارب إلى الحديدة. وأشارت المصادر إلى أن الكمية المسطرة تضاف إلى نحو 4,000 برميل يتم تكريرها يوميا في مصفات الصافر وتخصيصها للسوق المحلية في مارب وما جاورها. وبحسب المصادر فإن قيمة عائدات النفط المصدر من حقول مارب يصل إلى 2,250,000 دولار شهريا. أعلن السودان بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه أي 800 مليون دولار، ووصل إجمالي تقديرات الإيرادات الموازنة دون المنح الأجنبية إلى 3,326 مليون جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام 2021. وأخيراً، أكدت المفوضية الأوروبية للطاقة أن التوترات الجيوسياسية هي أحد أسباب ارتفاع الغاز والذي تجاوز مستوى 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب. وقالت أن أسعار الغاز في العالم وصلت إلى مستويات تاريخية عالية، حيث واجه المستهلكون والصناعة صعوبات في دفع الفواتير والتدافع على الغاز لاستخدامه لوسائل التدفئة في فصل الشتاء.
في ختام النشرة تذكيرهم بأهم العناوين. فيما يستمر التقدم في مأرب، قوات العمالقة تسقط 3 مسيرات في عين وحريب. المبعوث الأمريكي لليمن يلتقي ممثلي الدول الخمس في مجلس الأمن لبحث الأزمة في اليمن. عقب تصعيدها، الجامعة العربية تطالب بتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.